بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. النباهة والانتباه والمتابعة لها أثر كبير جدا. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بثواب اجتماعنا على كتابه، إنه سميع مجيب الدعاء. في هذه الحلقة ما زلنا نستكمل موضوع المد، والمد كما تعرفون يمد وهو طويل وتفريعاته كثيرة. قلنا هناك المد الأصلي، وعرفنا استثناءات المد الأصلي، هناك المد اللازم من المدود الفرعية. المد اللازم هو الذي كما عرفه ابن الجزري الذي جاء بسبب سكون أصلي ساكن حالين، وبالطول يمد، يمد بمقدار 6 حركات، سواء كان مد لازم كلمي في كلمة الكلمات القرآنية، أو مد لازم حرفي في حرف من حروف فواتح السور المجموعة في قول من قصى عسلكم، وكل منهما يكون مخففا إن لم يكن مشددا، أو مثقلا إن كان الحرف الساكن مشددا مدغما بما بعده. وعلى جميع الأحوال، سواء كان المد اللازم كلميا أو حرفيا مثقلا أو مخففا، بجميع أنواعه الأربعة يمد بمقدار 6 حركات لزوما، لا أقل ولا أكثر. اليوم عندنا البيت الثالث من الأبيات التي نشرحها بالمد، وهو باب المد الواجب، المد الواجب المتصل. ولذلك يقول عنه ابن الجزري، قال: وواجب إن جاء، لاحظوا قبل همزة، لاحظوا الأبيات، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي. نقرأ الأبيات من البداية كما تلاحظونها. قال: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت. قلنا هنا معنى ذلك وهو قصر ثبت، يعني أنه الجائز يجوز قصره ويجوز مده عند القراء بشكل عام، أما عند حفص من الشاطبية فهو والواجب سواء. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إن إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. إذا عندي المدود إما أنها جائزة، وإما أنها واجبة، وإما أنها لازمة. عرفنا اللازم، واليوم نعرف الواجب، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نتعرف على الجائز. المد الواجب المتصل هو أن يأتي، وطبعا أنواع المد الفرعي. المد الفرعي قلنا هو المد الذي يكون لسبب من الأسباب، وأشهر أسباب المد الفرعي السكون والهمزة. السكون إن كان ساكنا أصليا نشأ عنه مد لازم يمد 6 حركات، وإن كان سكونا عارضا سيأتي الحديث عنه في المد الجائز اللي هو المد العارض للسكون، ويجوز في مده 2، 4، 6 حركات. المد العارض للسكون أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا عارضا، سكونا عارضا يعني في الوقف دون الوصل، هنا يجوز المد والقصر والإشباع 2، 4، 6 كما يقرر العلماء ذلك في العارض للسكون، وسنأخذ ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. أما المد الواجب الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم فهو المد المتصل، الواجب المتصل. سمي واجبا لأن القراء أجمعوا على مده وإن اختلفوا في مقداره. المد الواجب المتصل مد أن يأتي حرف المد ويأتي بعده همز في نفس الكلمة إن جمع بكلمتي، ولذلك هذا معنى قول ابن الجزري، إن جمع بكلمتي يعني أن يأتي حرف المد ويليه همز في نفس الكلمة، يأتي بعده همز في نفس الكلمة، فعندئذ يمد 4 أو 5 حركات وجوبا، ويسمى مد واجب متصل. قلت أن تسميته بالواجب لأن القراء أجمعوا على مده، ما في أحد من القراء يقصر المد المتصل. المد المتصل ما في قصر أبدا، دائما إما توسط أو فوق التوسط 4 حركات أو 6 حركات عند كما هو الحال عند وارش وعند حمزة من القراء. أما بقية القراء فهم موسطون في أغلبهم. حفص عنده زيادة على التوسط ما يسمى بفويق التوسط، وهو 5 حركات، 4 أو 5 حركات عند حفص. إذا نحن الآن نقرأ أصول قراءة حفص، يمد المد المتصل 4 حركات أو 5، ويسمى مد واجب متصل. مثاله لاحظوا المقول مثلا: تنزل الملائكة والروح فيه، تنزل الملائكة، الملائكة هذه مد متصل،
وجاءت سيارة، لاحظوا حرف المد جاء بعده همزة في نفس الكلمة، ثلاثة قروء، الهمزة حرف المد اللي هو الواو بعده همزة أيضا، وسيء بهم، وسيء سيئة سيئة بهم وضاق عفوا، سيئة الياء هنا مدية وجاء بعد همز في نفس الكلمة، وجيء يومئذ بجهنم، نفس الشيء الياء هنا مدية وجاء بعدها همزة في نفس الكلمة، هذا مد متصل، ولذلك يضعون عليه علامة المد المعترضة فوق على المد المتصل، لأنه يجب مده 4 أو 5 حركات. المد الجائز المنفصل هو نفس المد المتصل لكن الهمزة في كلمة أخرى، ولذلك لاحظ ماذا قال هنا، وجائز إن أتى إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا، هذه قضية عرض السكون لها، لكن الجائز هو المد المنفصل ويسمى جائزا، لا لأنه يجوز قصره وتوسطه عند حفص من الشاطبية أبدا، ليس هذا هو المعنى، وإنما هو سمي جائزا قال لأن القراء يختلفون في مده ومقداره، هناك مد اتفقوا على مده ومقداره وهو اللازم، كلهم اتفقوا على مده ب6 حركات، وهناك مد اتفقوا على مده واختلفوا في مقداره هو المد الواجب المتصل، كلهم أجمعوا على مده لكنهم بين موسط ومشبع، وهناك مد اختلف القراء في مده ومقداره، منهم من قصر ومنهم من وسط ومنهم من أشبع، وهو المد الجائز المنفصل، وجائز إذا أتى منفصلا، هذا المد الجائز اللي هو أن يأتي حرف المد ويليه همز في كلمة أخرى، في كلمة أخرى، مثل يا أيها الإنسان، يا هذا حرف مد، أيها جاءت الهمزة في كلمة ثانية، قولوا آمنا بالله وما، قولوا آمنا، لاحظ الواو هنا جاء بعدها همزة في كلمة أخرى، حتى يبعث في أمها رسولا، الياء في كلمة والهمزة في أول كلمة أخرى، وأمثلة متعددة، ياء النداء دائما وأبدا مد جائز منفصل، لكن هنا طبعا بعض أحد زملائنا كان يقول لماذا لا أسميه مد واجب منفصل، لأن الشاطئ الحفص يوسطه أخونا الدكتور أحمد القضاة جزاه الله خير، الحقيقة هو التسمية ليست يعني عند حفص وحده، إنما هو في عرف القراء بشكل عام، هذا التسمية في عرف القراء بشكل عام، أما لو أني أنا أريد أن أسميه بحسب طريق الشاطبية أقول مد واجب، لأن القراء ولاحظوا في غيث النفع وسراج القارئ والبدور وكله قالوا حتى ينبغي أن يسوى بين المدين، إذا مديت المتصل 4 بمد المنفصل 4، إذا مديت المنفصل 5 بمد المتصل 5 وهكذا، ومما يلحق بالمنفصل يا إخوة هاء الضمير في إذا جاء بعدها همزة، هاء الضمير المفرد الغائب إذا وقعت بين متحركين وجاء بعدها همزة فهي تعامل معاملة المنفصل وتسمى صلة كبرى، صلة كبرى وتمد كالمنفصل، مثل مثلا به أن، به، لاحظوا هنا وصلت بياء وجاء بعدها همزة في كلمة ثانية، إنه إن مثلا، أما إذا لم يأتي بعدها همزة فتكون صلة صغرى وتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين اثنتين، لم ينبه عليها ابن الجزري هنا لأنه يعلم أن هذه الأشياء عند القراء من البديهيات، لكن نحن نؤكد عليها، هذه ما يسمى بها مد هاء الضمير المفرد الغائب إذا وقعت بين متحركين تسمى مد صلة صغرى إن جاء بعدها حرف غير الهمز، وكبرى إن جاء بعدها الهمز، وحينئذ تكون منفصلا تعامل معاملة المد المنفصل وتمد 4 أو 5 حركات. هذا بالنسبة للمد الواجب والمد الجائز المنفصل والمتصل، كل منهما يمد 4 أو 5 حركات، ولذلك كلاهما يضعون عليه علامة المد اللي هي المعترضة فوق الألف أو الواو أو الياء، الآن سنراها في المصحف عندما نقرأ إن شاء الله تعالى من الآيات القرآنية التي معنا، في أمثلة المتصل والمنفصل واضحة أمامنا يعني وهي كثيرة في سور القرآن الكريم. هذا بالنسبة لما أحببت أن أقدمه اليوم، أما غدا فإن شاء الله تعالى أيضا سنستكمل درس المد بمشيئة الله تعالى،
وسيكون عندنا درس المد بعض المدد الجائزة اللي هو مد العارض للسكون، دعونا نؤجله إلى الغد حتى لا نشق على إخواننا الذين ينتظرون والأخوات التي ينتظرن على الهواء ليعرضوا قراءاتهم. قراءتنا اليوم بإذن الله تعالى من سورة النازعات، سورة النازعات كاملة سنقرأها ثم نستمع لقراءاتكم بمشيئة الله تعالى، فتابعوا. ويعني أنا أنصح دائما أن تكونوا معنا بالسمع والنظر والمصحف اللي أمامكم بإذن الله تعالى. إن السمع والبصر والفؤاد، قال العلماء، هذه هي أدوات التعلم. اللي بيتعلم الإنسان يتعلم بسمعه، يتعلم ببصره، يتعلم بفؤاده وقلبه بما يعي من العلم بمشيئة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم، جزاكم الله خير. لاحظوا عند القراءة أمثلة المتصل والمنفصل، الحقيقة في عندنا مثال على المتصل مثل كلمة أم السماء، هذا متصل. في مد لازم اللي هي فإذا جاءت الطامة الكبرى، 6 حركات، الألف جاء بعد ميم مشددة، مد لازم كلمي مثقل. وعندنا المد اللازم المنفصل متعددة مثل مثلا إنما أنت منذر، هذا منفصل. لاحظوا يا أخوان المد المنفصل عندما نقف عليه خاصة لما يكون في رؤوس الآية يتحول إلى طبيعي، وهذا من أسباب تسميته منفصلا، يعني جائزا. يعني نقول مثلا فيما أنت من ذكراها، حطوا لكم عليها علامة المد فوقها، هذه علامة المد متى نمدها 4 حركات إذا وصلناها بما بعدها. يعني لو وصلتها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما إذا وصلت بصير في مد منفصل، لكن لو وقفت على الحرف المد الذي فيه منفصل يصبح طبيعيا ولا يكون منفصلا. فيما أنت من ذكراها، صارت الألف ذكراها، صارت الألف هنا طبيعي، لكن لو وصلناها بما بعدها ستتحول إلى منفصل. مرحبا بكم وباتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات، ونتلقى الاتصالات بإذن الله على الهاتف الذي يعرض أمامكم على شاشة التلفاز. ومعنا المشارك الأول، معنا آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا آية اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أحسنت يا آية، ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك وجزاك خيرا، ما شاء الله تبارك، يعني قراءة ممتازة الحقيقة من خارج وصفات، أسأل الله أن يثيبك ويجرك يا بنتي. معنا اتصال آخر، فوزية من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بأي رواية تقرأين يا فوزية؟ برواية ورش. ورش، يلا تفضلي. هل أتاك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل يشدد الزاي أم يخففها يا فوزية؟ نعم، تزكى تزكى. أيوة تزكى، نعم تزيدها.
تشديد طبعا، انت قراتيها بالتخفيف. فقل هل لك، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. جزاك الله خيرا يا فوزية، ما شاء الله قراءة طيبة ويعني منضبطة الأحكام معك على رواية ورش. طبعا تقرأين أنت بقصر البدل، ولذلك يكون عليه فتح ذات الياء ما عدا رؤوس الآية. رؤوس الآية هذه مقللة في آيات السور المعروفة عند قراءة برواية ورش عن نافع. شكر الله لك يا فوزية، جزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر، معنا خلود من الإمارات. السلام عليكم، وعليكم السلام. تفضل يا خلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى إنما أنت منذر من يخشاها يعني لو تشوفي تحاول كأنه لما يكون النفس أحيانا قصير حاولي تأخذي نفس عميق أثناء الوقف تقرأيها بشكل جيد، لأنه هي الآية قصيرة لكن تحتاج منك إلى أخذ نفس عميق. إن شاء الله خذي نفس عميق وقرأيها مرة ثانية بإذن الله تقرأينها صحيح. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جيد، أحسنت بارك الله فيك. ويعالج هذا قصر النفس، يعالج حقيقة بالوقف الاضطراري كما وقفت هنا عشية، ثم بعد ذلك ترجع مرة ثانية إلا عشية أو ضحاها. أما أهم شيء أنه أنا ما أقطع الكلمة يعني كلمتين أتنفس أثناء القراءة فهذا ممتنع. أقف على الكلمة التي انقطع عندها النفس، ما لم يؤثر هذا على المعنى أقف عندها، وبإذن الله تعالى يعني يكون في معالجة للوقف والابتداء هنا. وستأتي معنا مسألة الوقف والابتداء بإذن الله. معنا اتصال، معنا أم نبراس من السعودية. السلام عليكم. أقرأ يا شيخ؟ تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف يوم ترجف الراجفة. لا تحاول تكرر الراء بزيادة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. جزاك الله خيرا يا أم الإبراس، ما شاء الله قراءة طيبة، وأسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها، يعني قراءة ما شاء الله ضمن أحكام التجويد بشكل جيد. شكرا جزيلا لك على اتصالك. معنا اتصال آخر، معنا عمر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف يا عمر بارك الله فيك، حتى ما يصير في صدى الصوت. اسمعني من الهاتف بارك الله فيك واقرأ. طيب إن شاء الله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. جيد يا عمر ما شاء الله تبارك الله، كم تحفظ يا عمر؟ 15 ما شاء الله، وقراءتك أيضا منطلقة ويعني هادية وجيدة مع تطبيق الأحكام، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها، وشكر الله لك على اتصالك. معنا اتصال آخر، معنا جهاد من الإمارات. السلام عليكم. أيوة يا جهاد. السلام عليكم. يبدو ما في اتصال، أعطينا اتصال ثاني إذا سمحت. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. فقدنا الاتصال يبدو. معنا اتصال آخر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ زياد حمد أبو عصري. جهاد؟ إيه. طيب تفضل يا جهاد اقرأ. طيب اقرأ يا ابني اقرأ. طيب الحمد لله رب العالمين. أول شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات نازحا غرقا غرقا والناشطات نشطا والسابحات
والسابحات سبحا سبح سبحا 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 فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يومئذ يوم، لاحظ يا يوم جهاد، لاحظ يا جهاد، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف ترجو الراجفة ترجف ترجف الراجفة تتبعها رادفة تتبعها الرادفة، شد الراء، الرادفة قلوب يومئذ واجفة واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا طيب كنا يا جهاد بارك الله فيك، يكفي لهون يا ابني. هل تحفظ هذه السورة يا جهاد؟ إيه طيب ممتاز، وكملت الجزء عما؟ حفظا، أكملت الجزء كاملا حفظا؟ طيب ما شاء الله عليك، فتح الله عليك، وإن شاء الله موفق بإذن الله، وتستمر مع القرآن حتى تكمل حفظ 30 جزء بإذن الله، تكمل حفظ القرآن كاملا وتكون حافظا لكتاب الله، والله سبحانه وتعالى يحفظك بحفظك لكتابه. معنا اتصال آخر، معنا أم محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل اقرأ يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والناشطات، طاء مفخمة غير التاء، والناشطات. والناشطات لا، نشطا. تاء غلط، طاء، والناشطات. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. ضم الجيم جيدا، ترجف، يوم ترجف ترجو الراجفة ترجف يوم ترجف راجفة تتبعها رادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها 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 خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. بارك الله فيك يا محمد. محمد أنت، هل أنت من اللي ينطقون باللغة العربية ولا أعجمية؟ أنا لغتك، أعرف يعني شوية، مقيم السعودية. لغتك الأصل ليست عربية صحيح؟ أيوة أيوة. أنبهك على مسألة التفخيم والترقيق، لأنه بيفرق في يعني الطاء والتاء، الفرق بينهم الطاء مفخم، فخمها، طاء والناشطة، بينما التاء مرققة، التاء حرف آخر يختلف عن الطاء، فتنتبهي لهذه حتى لا يختلف المعنى يا بنتي، بارك الله فيك. شكرا على اتصالك، معنا اتصال آخر، معنا جهاد من الإمارات مرة ثانية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا جهاد اقرأي، فإنما هي زجرة واحدة، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. لاحظ المد يا جهاد، إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم هنا الأعلى. أنا تقصر، لاحظي عليها، إذا بتلاحظي أمامك على المصحف تجدي فقال أنا ربكم الأعلى، أنا هنا وضع عليها الصفر دائري مستطيل زي الصفر باللغة الإنجليزية،
هذه العلامة ذكرناها في باب المد الطبيعي أن الألفات السبعة هذه تحذف وصلا، فإذا وصلتها مع ما بعدها لا يجوز أن أتي بألف، ما بقول فقال أنا ربكم، لا، فقال أنا ربكم الأعلى. أنا تصبح بمقدار حركة واحدة فقط، عيديها مرة ثانية، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أحسنت يا جهاد، أحسنت يا جهاد، حسبك يا بنتي. قراءة أختي ما شاء حماس الله، تشارك. قراءتك ممتازة. أختك حماس حتشارك؟ طيب نستمع لحماس. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكملي حيث وقفت أختك، يلا. فأخذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذه الله نكال الآخرة. افتح النون كويس جيدا مشان نسمعها. فأخذه الله نكال الآخرة. فأخذه الله نكال الآخرة الآخرة لا، إذا وصلناها ما بعدها، لاحظي يا بنتي، إذا وصلتيها بتعطيه التاء. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن لا 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 لا، التشكيل، انتبهي للتشكيل، إن في ذلك، انتبهي مرة ثانية. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن لا تسبقك جهاد بعدين يا بنتي، انتبهي، ها، خذي بالك. لا لعبرة لمن بدون غنة، بدون غنة، لا، يخشى اسمعيني كيف تقرأ، اسمعي، اسمعيني يا حماس، اسمعيني كيف تقرأ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أحسنت يا بنتي ما شاء الله، حسبك يا حماس، ما شاء الله تبارك الله. أذكرك بالمد بالإدغام بغير غنة، انتبهي للإدغام لما يكون إن في ذلك لعبرة لمن، ما في إخفاء ولا فيها غنة، أصير أقول لعبرة لمن يخشى، هكذا إدغام بغير غنة، يأتي بعده إدغام بغنة أيضا. معنا اتصال، معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنتم أشد خلقا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة. أعطي الغنة حق، أعطي الغنة مع تفخيم الطاء حقها. فأما من طغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب حسبك يا سهام. يسألونك عن طيب الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جزاك الله خيرا يا سهام، ما شاء الله قراءة لرواية ورش، وأسأل الله أن يثيبك وأجرك عليها. هنا طبعا ننتبه إلى كلمة المأوى، هي من جملة الأشياء من كلمة الاستثناء مستثنى من هي فاء الكلمة لكنها مستثنى عند ورش ولا تبدل همزتها ألفا، وإنما سوى جملة الإيواء كما قال الشاطبي، هي المأوى، هي المأوى عند التقليل. نعم جزاكم الله خير. معنا اتصال. نعم طلحة من قطر، السلام عليكم. كيف حالك؟ مرحبا مرحبا طلحة. أي يلا يا شيخ. أقرأ من البداية. تفضل أقرأ من بداية النازعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تستعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ قلوب يوم لاحظ الإدغام بغنة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلقل الباء يا طلحة قلقل الباء أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما الغنى أيضا هنا عن المشددة أئذا كنا أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة هنا إخفاء أيضا إذا كرة خاسرة. جزاك الله خيرا يا طلحة، أحسن الله إليك. كم تحفظ يا ابني؟ إلين الفتح. للفتح من الناس إلى الفتح، ما شاء الله تبارك الله، يعني جيد ما شاء الله. ومستمر في الحفظ في هذا الشهر المبارك وهذا الصيف؟ لا. عندك الآن مسؤوليتين يا طلحة. المسؤولية الأولى تمكن الأجزاء اللي حفظتها حتى لا تنسى، والشيء الثاني تزيد رصيدك من الحفظ بإذن الله تعالى. سورة كل ما حفظت سورة تبدأ تحفظ السورة التي بعدها حتى تكمل حفظ كتاب الله بشكل عام. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وشكر الله لك على اتصالك. معنا اتصال. ألو. أم عمرو من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، تفضل اقرأي. من أين؟ والله حيث وقف. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هي بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. انتبه للتشكيل يا معوض بارك الله فيك، انتبه للتشكيل. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. لحظة شوي اقرأها أمامك إذا سمحتي وتقرأيها كذا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى 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 لا مو طي طو طو طوى طوى أيوه هكذا صحيح طوى اذهب إلى فرعون إلى فرعون إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى شوف العين يا أم عوض إلى فرعون فرعون هكذا فرعون إنه طغى إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إذا انتزك إذا إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى طيب يا أم عوض اسمعيني الله يكرمك الله يبارك فيك أنت ما شاء الله يعني أنا واضح أنا عمري 60 وأكثر ما شاء الله ويعني واضح أنه أيضا تعلمت على كبر فهذا جيد لكن أنا أنصحك أن يكون عندك مع معلمتك أن تقرأي معها الكلمة الآية كلمة كلمة وتصحح لك إياها حتى ما تبقى الأخطاء بالتشكيل موجودة إن شاء الله إن شاء الله وهمتك العالية هذه إن شاء الله تصل معها النتيجة ممتازة بإذن الله أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها وشكر الله لك على اتصالك وجزاك خيرا ونشكر لإخواني وأخواتي الذين اتصلوا في هذه الحلقة والذين حاولوا أن يتصلوا لكن ضيق الوقت حال دون ذلك ما بقي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله تعالى هذه السلسلة المباركة الرمضانية من سلسلة هذا البرنامج بل في ختام هذا البرنامج أسأل الله أن يجمعني بكم على الخير دائما وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنعم الله